قلت نذر علي إذا شفيت أمي أن أعمل وجبة عشاء وأن أعملها وحدي شاملة المصاريف، وشفيت أمي ولله الحمد وخرجت من العملية بنجاح، وقالت لي أختي سوف أشاركك في الوجبة لأنها حصلت على وظيفة، فما الحكم؟ الحكم إنما واجبة عليك أنت، واجب عليك النذر أنت، فإذا ساعدك أحد على تنفيذه ما في مانع، إذا ساعدك أحد على تنفيذه إلا أن كان قائل من مالي الخاص ولا يساعدني أحد فلا تقبل المساعدة، أما إذا ما لم تشترط هذا ولكنك نذرت أن تعمل طعاما عند شفاء والدتك شفاها الله وجاء أحد ساعدك أو تحمله عنك وفعله ما في مانع. نعم.